FM. بن حسين يحيي كل مستمعينا واوفيانا. طبيعي انه قدموا لكم في الوقت هذا بالذات سبور اكستريم هذه الحلقه اللي تعودتوا بها اسبوعيا معنا في راديو توينس اف ام، موقع تلقاو فيه اخر المستجدات والاخبار الرياضيه، كذلك موقع فيه برامج ديما فيها جديد. واليوم عندنا جديد في سبور اكستريم، استغلينا الموقف واستغلينا انه ما فماش بطوله في اخر الاسبوع سبت وحد، قلنا نجيبوا ضيف تعرف في كرة القدم، مش أي كرة قدم، كرة قدم نسائية. صحيح سبقنا وجبنا هوني رئيس جامعة بنك الإسكان خالد لاشهب، المرة هذه نجيبوا لاعبي أو لعبة سابقة بجامعة بنك الإسكان اللي اسمها فاطمة بلايح. اليوم عنا محمد علي بلايح ضيفنا اليوم، نرحبوا به. شكرا معك على الاستضافة هذه، شكرا لكل المستمعين. مرحبا بك محمد علي، باش نحكيو على الوضعيه الخاصه اللي عاشها محمد علي قبل ما يولي محمد علي قانونيا، كذلك باش نحكيو على كره القدم النسائيه بما انه حصتنا الرياضيه بدرجه اولى. اول ما بديت تلعب كره كيفاش تغرمت؟ اول ما بديت معناتها لعبت في الستات تونسيان، معناتها ديزون في الستات تونسيان. فين عمر؟ على جدي 20 عام. ما لعبتش قبل في الحومه؟ اكيد في الحومة، خاطر نغزر انا كورت في الحومة، نعرف في الحومة تلقى ساعات فما توفل من الحومة تلقى كور جاي، تلقى تلعب مع الولاد. بون بعد كي تكبر 17 18 19 احنا في تطاوين في الحومة وبالسرقة، معناتها طبيعي معناها اهل الجنوب ديما عندهم معناها تحسوا محترزين او في طريقة اخرى، وتوفل ما يجيش تلعب كورة وكل معروف مفهوم هذا كل معنى. لكن كيفاش صار انك تنقلت من تطاوين لتونس؟ ملعب تونسي لوكال نتاعو حذانا هوني، نحن اللي ما يعرفش اللوكال نتاع راديو تونس هو حذا بارك البقلاوه، معناها كيفاش صار التنقل هذا؟ والله كنت اكيد معناتها من الناس معناتها كنت مغروم بالبدايه معناتها بالفوتبول وكل شيء، معناتها ديما نتبع الاخبار معناتها الرياضيه وكل شيء، وكنت مارس معناتها في كرة القدم حتى في معناتها في الحومه نتاعنا وكل شيء. دونك تغرمت مستغرب اما البدايه كانت كبيره. البدايه معناتها سمعت اللي تم شامبيونه معناتها دي فوتبول في ميناء قاعده باش تصير في تونس وكل شيء، دونك تحولت تونس على جدي 20 عام. جيت لعبت مع الملعب التونسي معناتها في لمدة عامين من موسم 2004 حتى 2006. هزيت تيترويت مع البقلاوة؟ لا مع البقلاوة ما هزينيش معناتها دي تيترو كل شيء. أنا اللي نعرف على محمد علي مليح وقت كان لعب كرة قدم كانت معناها بلعبي عنده إضافته وواضح معناها إمكانياته الفردية خاصة والبدنية كانت تتجاوز زميلاته معناها في السورتيرا. اكيد بالطبيعه ما دام اسمي محمد علي دونك تتجاوز معناها نحكيه معناها في الوقت هذاك كانت تتخاطف الانديه نسوي. صحيح لعبت معناتها في البقلاوه وبعد لعبت في الجمعيه الرياضيه لبنك الاسكان ومشيت لعبت موسم معناتها لمده موسم في الاتحاد الرياضي التونسي ودرنييرمون معناتها السيزون الاخرانيه بالكل معناتها لعبت معناتها عدت للجمعيه الرياضيه لبنك الاسكان معناتها كاخر سيزون معناتها هذيك عديتها وكل شيء ما لعبتش فيها برشا ممكن وقتها لعبت لا عمناول ما في خسرتوا الفينال على كونتر زي بصح ما كنتش انا ما كنتش معناتها ما حبيتش نرجع معناتها عمناول خاطر اون باراليل معناتها عندي القضيه نتاعي معناتها في المحكمه وكل شيء تنجيوها مي اقبل الحكم معناتها لعبت فينال وكل شيء فهمتك قبل الحكم قبل ما يصدر الحكم لعبت فينال مع الجمعيه الرياضيه لبنك الاسكان واللي معناتها هزيت معاهم تيتر عام 2010 على ما اظن دوبلي معناتها في الشامبيونا كوب ولعبت في ليكيب ناسيونال معناتها لمده 6 سنوات معناتها متتاليه وكل شيء شاركت في بطوله افريقيا معناتها عام 2008 في غينيا الاستوائيه مشاركتنا ما كانتش ممتازة وقتها لا كانت ممتازة معناتها كأول مشاركة معناتها كانت ممتازة معناتها للغاية بما أنه معناتها النتائج اللي حصلت معناتها عملنا ديزاين مع جنوب أفريقيا عملنا
صفر صفر معناتها مع بطل القارة الإفريقية اللي هي نيجيريا معناتها معروفة معناتها في الفوتبول في مناعة على المستوى الإفريقي. أنا قياسم كونها أول مشاركة في كأس الإفريقية المنتخب السيدات. احنا في مجموعة معناتها اللي فيها العمالقة معناتها من جنوب إفريقيا. طبيعي إنه أول مشاركة مش كون تصنيفنا متأخر برشا ذاك علاش نتحطوا مع بطل إفريقيا ونتحطوا مع. لا هي القرعة ممكن شئت باش تحطنا في مجموعة كنا معناتها باش كنا على قاب قوسين أو أدنى معناتها من ترشح للدور الثاني وكل شيء عملنا حتى ريزلتا معناتها خسرنا صحيح 3-2 كونتر غانا معناتها في آخر ماتش وكل شيء وكنا رابحينها معناتها. هما راهو فما دي كريتير في القرعه دي ما تقل مستوى الاول لشابو ولا لتي دو بول ممكن انا ما تقل فيهم معناها اللي عندهم مراكزهم في التصنيف نتاع فيفا نتاع الاتحاد الافريقي تقام مراكزهم هما اللي يتحطوا ديما تي دو بول باش ما يطيحوش الكبار ولا القويم كل بعضهم فرد بول باش بعد ما تفسدش في الانكار والدومي هذاك علاش ممكن انا متخمم صحيح وممكن سوء حظنا احنا معناتها كوننا الاغلب احنا مع السيوده نتاع الكوره معناتها في افريقيا كرة القدم النسائيه دونك لعبت بطولة اتحاد شمال افريقيا عام 2009 مع الجمعية الرياضية بالساحل معناتها في مصر وتوجنا بها معناتها لعبت مع المنتخب زاد بطولة اتحاد شمال افريقيا المنتخبات معناتها توجنا بها في تونس لعبنا دي تورنوا معناتها في فرنسا دي تورنوا معناتها انترناسيونال وتوجنا بها معناتها كانت مسيره ممكن حافله بالالقاب لكن تغيرت معناتها بعد تغيرت حياتي 180 درجه معناتها حبيت نغيرها انا الاحساسي كونه انا ما لقيتش التوازن نتاعي معناتها كومين فام معناتها دونك اوكي انت مادام مشيت بنا الموضوع هذا خلينا ما نحكيه في الموضوع هذا وقتاش اكتشفت الحكايه بالضبط محمد علي والله منذ سنه 2008 عملت ديزاناليز معناتها اثبتت معناتها اثبتت نفس الاحساس اللي نحس فيه اثبتت ليزاناليز هذيك كوني انا معناتها من جنس الذكور. ليزاناليز عملتهم وحدك باختيارك ولا كانت في اطار دورات دوليه؟ عملتهم انا باختياري انا معناتها في 2008 معناتها وسكت عليها الحكايه ممكن ما نعرفش الاسباب كوني انا ما عنديش درايه بالقانون وبالطب وبالدين وكل شيء دونك حسب توا الفكره اللي كونتها كنت تقول للساده المستمعين تحاول تفهمهم وضعيتك بالضبط معناها قدامك الميكرو تنجم تفهمهم وضعيتك انت خير من اللي ممكن انا نحكي برشا ونسال برشا وما نوصلكش للحاجه اللي انت تحب تقولها شنو تحب تقول كيفاش تنجم تفهم المستمعين تاعنا وضعيتك الطبيه خاصه ووضعيتك بعد كيفاش وليت بعد حكم المحكمه. والله كيف باش تفسر ان الوضعية الطبية معناتها ديزاناليز نقوموا بهم معناتها ديزيكو انت تحاليل معناتها هرمونال واثبتت اللي انا معناتها من جنس الذكور معناتها بنسبة كبيرة برشا معناتها دونك من سنة 2008 معناتها سكت عليها الحكاية لغاية معناتها 2012 وقت اللي انت ذكر سوف كو نقص حاجة شنو هي اللي كوني انا لازم نكون محمد علي مليح مش معنى حكاية قانونية بحتة ما فهميش حاجة طبي ما فهم في بالي مشكل طبي المشكل طبي شنو المشكل طبي ما ثم حتى مشكل طبي شنو معناتها لازم تصير صحيح تصير اوبيراسيون معناتها صغيرة معناتها وكل شيء معناتها اللي هي اوبيراسيون تاع اصلاح مش نتاع كيما برشا عباد معناتها فهموها بالغلط قالوا كونها تغيير ماهيش تغيير هي اصلاح جنس. هي اصلاح او تثبيت جنس معناتها كيف جديد الفهم السادة المستمعين محمد علي ولو انه تقيد من الاول كفاطمه مليح لكنه هو من اول ذكر لكن صار سوء فهم فما تشويه خلقي خلى الوالدين هكا الوالدين ما يفهموش جنس الحقيقي للمولود وخليهم يقيدوه انثى لكن هو في الحقيقه ذكر سوف التشويه الخلقي هذا ما خلاش الحقيقه تبان واضحه للوالدين وخليه يعيش 30 سنة على أساس أنثى لكن هو في الحقيقة ذكر صحيح تشويه خلقي هكا تشويه خلقي قد سمعت يقول خلقي هي مربوطة بالأخلاق لكن خلقي مربوطة بالخلقة هذه حاجة نفهموها نحن كراديو تونس فهم زاد فهم القضاء دليل على أنه القضاء مقتنعة بالتيست اللي عملتهم الاختبارات الطبية اللي خلطهم ليزاناليز اللي حكيت عليهم ليزاناليز اللي عملتهم أنا معنتهم بالنسبة للقضاء معنتها هذاك ملف تدخل به للمحكمة ما يحطوه أكوتي معنتها هم من بعد عندهم معنتها
ديزاناليز اخرين معناتها اختبار طبي معناتها يعرضوك على الطب الشرعي وكل شيء معناتها هو اللي يحدد الجنس وكل شيء. دونك عملتها 4 جام في 2013 معناتها القضية معناتها واخذيت الحكم في 24 جوان 2013 في نفس السنة معناتها حوالي 6 شهور مثلا 5 شهور ونص هكاك. كنت متفاهم على القضاء والدائرة وكل خاطر واضح حسب ليزاناليز تحاليل اللي صار الكل يبين كونه هذا رجل جوست تشويه خلقي معناها ماكش حتى انك ما عملتش العملية مازلت ما خلعتش لأي اختبار او مازلت ما صرتش عملية طبية لتصحيح الجنس. لا ما زلت التو معطمها بالرغم من هذا فن القضاء اقر بامكانيه تبديل انت لازمك لهنا معناتها باش تثبت اللي انت معناتها من جنس الذكور وكل شيء قبل ما تعمل اي تدخل طبي في الحكايه وكل شيء تمشي القانون معناتها. انا مشيت معناتها القانون قبل ومن بعد تجي لوبيراسيون. لا فما انا اقول لك حاجه ممكن درستها وقريتها قبل في هذه مش تحدث في القضاء فما شكون يمشي ويعملوا تغيير جنس يعملوا تغيير جنس وبعد ما يعملوا تغيير جنس يمشيوا القضاء. هذه صارت اذا كان انت ما انت قاريه قانون. فما قضيه اترفضت تبديل الاسم وقضيه تقبل فيها تبديل الاسم. قضيتي هذه احنا اذا كان باش نطرقوا المشكله ساميه ما تقبلتش في تونس لانه رجل مكتمل مكتمل ما عنده حتى مشكلة يمشي يعمل تغيير معناته كونه هوني ما تقبلش الاسم ما تقبلش انه يغير اسمه. في قضيه اميره بين انه هي معناها عندها برشا بعض المشاكل وهي نفسها معناها مش واضح جنسها الجنس مش هذاك علاش كي صارت العمليه تقبلت معناها القضاء هون يمشي للطبيعه الطبيه من الاول والتكوين المورفولوجي كذلك جينيا في برشا تحاليل تصير هي تثبت معناتها الجنس الحقيقي معناتها للبشر معناتها كل شيء. دونك على ضوء معناتها التقارير الطب الشرعي يمشيوا معناتها يحكموا او يرفضوا معناتها لهنا. خلينا نتجاوزوا الموضوع هذا فما حاجه حاب نسالك عليها بصراحه محمد علي. نورمال ما حسيتش روحك تستغل امكانياتك البدنيه هوني باش تحرز القاب باش تجيب بونتوات باش تجيب تيترويات جمعيتك ومضمونه والله باش نقول قالها لي نوف الورتاني ممكن ما نعرفش سؤال استفزازي ولا شنو قال لي انت غشيت. انا ما غشيتش انا جيتو بليجي وقتها معناتها باش ما عندي حتى درايه لو كنت انا عندي درايه معناتها لكنت معناتها من الاول راني عملت معناتها الخطوه قبل حتى ما ندخل السبور وكل شيء راني عملت الخطوه. اما راني انا للاسف انت كي اكتشفت في 2008 ما وقفتش 2008 لا خاطر ثم حكايه كوني انا كانوا صحيح عندي ديزامي بروش مثلا ما حبيتش نحكي ما نعرفش علاش قلت ممكن ما ثماش حلول حاجه خاطر انا ما لقيتش ليسونسييل انا مي بروش باش نحكي له كل شيء ونحل مشكلتي معناتها ينجم يعاوني في حكايه قانون حكايه طب وكذا معناتها الى ان اكتشفت معناتها بعد للاسف معناتها اكتشفت مؤخرا عام 2000 سمعني تو في الورتيني ممكن ما عادش يسمع ولا ما يسمعش في حاجه هو كلامه صحيح الى حد ما معناها ابارتي من 2008 انت عرفت وتعرف شنو هي معناها حالتك الطبيه اي بورتون كملت ماني قلت لك انا الطبيب راه قال لي صعيب باش نعملوا لوبيراسيون لهنا في تونس تراشني وصعيب القضاء ما الطبيب ما كانش حتى هو ممكن سامحني في الكلمه معناتها سامحني هو عاوني برشا مشكور وكل شيء مي ظهر لي حتى هو امي معناتها في الحكايات هذه قانونيا وكل شيء دونك اختصاص وجيست معناتها الاختصاص اللي عمله هو الطب معناتها التجميلي شيرجي بلاستيك ماشي حتى شي بدا 2008 تواصلت تتويجاتك وتواصلت من بعدها جاو معناتها من بعدها جاو تتويجات معناتها انا باش نحكي حتى على لو تجربه الاحترافيه اللي في الخليج. لا ما مش تجربه احترافيه معناتها باش نقولوش هي مش تجربه احترافيه معناتها هي دوره دوليه نجم نقولوا وديه مصغره معناتها تابعة اتحاد غرب آسيا معناتها صار ممكن لعبت مع منتخب الإمارات 2009 على ما أظن 2009 مشيت الإمارات ولعبت مع منتخب الإمارات معناتها تنجم تلعب بغير ناسيوناليتي هكا ولا عطاو ولا خاطر هما ممكن عندهم برشا ترافيك واحد دونك ينجم يعمل لك باسبور وكذا دونك
ما عندهمش مشكل في الوضعية. ما عندهمش مشكل معناته في الوضعية دي، نجم يجنس لك أي لعبت برشا مقابلات في الدوري دي. لعبت مقابلات الكل معناته، وتوجت معناتها معاهم في بالنهائي معناتها من منتخب الأردن. فمش تواجد فردية. فردية لا ما جاتش فردية. ماكش بير بيتور، ماكش بير باسور، ماكش أحسن لا. ثم مقابلات ممكن ناخو فيهم في ديكارتون معناتها مجانا معناتها وكل شيء، دونك نرتح. ثم ماتشوات سهلين معناتها أخديت فيهم ديكارتون دونك. علاش؟ إكسبري معناها؟ لا مش إكسبري معناتها، ممكن ما نعرفش أنا. خليني نقول لك أنا معلومة، أنا لوجت قبل ما معناها قبل ما تكون انت ضيفنا وكل وسالت وشوف في بالي اللي انت ملي شلقت ممكن اللي عندك الحكايه هذه ما عادش تعطي روندمون 100% تخاف انهم يكتشفوا معناها انهم يشكوا في جنسك هكا ولا هذا صحيح. معناتها حتى انا معناتها حتى انا كوم انا نفسني ما عادش انا راضي على روحي كوني انا نلعب مع ايكيب دي فوتبول في مينا معناتها حتى مع ما نعرفش ما عادش انتريسي جمله. وصلت انا عم ناول كي وما زلت وقتها على ذمه الجمعيه الرياضيه لبنك الاسكان، وصلت انا من ما نمشيش معناتها لونترينمون معناتها نقعد بالاربع خمسة شهور ما نمشيش، وممكن شاركت في زوز ماتشوات ولا ثلاثه معناتها في السيزون كامله ما كنتش ما عادش نفسانيا ما عادش انا نجم نعطي نجم معناتها نمشي نحترف في اوروبا ونقعد في نفس معناتها معناتها مع في كرة قدم نسائية كل سامي. أنا نحب ديما معناتها جيشيرش كوني نلقى الإكيليبر متاعي دونك هذاك عليه معناتها فبعد وحليت معناتها مشكلتي كل شيء والحمد لله. بالطريقة اللي كنت تهرب منها من الاختبارات الطبية لأنه بصراحة نعرف فما دورات دولية نجم ممكن نعرفش في بطولة ما تصير ما تصيرش بطولة تونسية، لكن الدورات الكبيرة كما كوب دافريك اللي شاركت معها في ليكيب ناسيونال كما معناها دورات هذه صعيب برشا باش تتعدى. معناها كيفاش كنت تسلكها؟ كيفاش كنت تهرب؟ كيفاش ما كنتش نهرب؟ ما كنتش مسار لي حتى مره معناتها باش حاب يعديوني معناتها على اختبار طبي ولا حاجه. ممكن خاطر انا عندي شويه نمثل معناتها ممكن دور اخر هذايا باركور القدم وكل شيء ممكن شويه تمثيل وستره ربي اكيد. في الدورات اللي عملتها في الخليج الدورات اللي عملتها في الخليج لا ما في معناتها ما ثماش اختبارات في الخليج خاطر تورنوا نورمال معناتها تدخل ديريكت معناتها للتيرا وكها تكون مقيد معناها على ورقه الحكم وديجاتي من الوقت فهمتك خاطر التورنوا معناتها مش معترف بها لا من طرف الاتحاد الاسيوي ولا من طرف الاتحاد الدولي معناتها دونك كانها دوره وديه مي هما عاملينها ممكن برشا بليسيتي وكذا خاطرهم معناتها ما عندهمش فوتبول في ميناء معناتها في الخليج وكذا. انا نحب نسال على رد فعل الفيدراسيون تاعنا وقت اللي سمعت بتغيير الجنس هذا معناها اسكو كانوا بور تعرف انت حط انا روحي في موقعهم انا كمسؤول وقت يبدا عندي كوارجي كيف هكا ولا كوارجي اسباب هذا مليح ما يساعدنيش تبدل جنس ما يساعدنيش حدا معناها لا بس نكونوا معناتها نحطوا كل شيء معناتها في كل حاجه في معناتها في بلاصتك ما نقول ما همشي انتريسي معناتها بالفوتبول في ميناء وكل شيء والفوتبول في ميناء ما نعرفش معناتها اسك في تونس امبوسيبل نعطيوش قيمة كبيرة ما عطيوش قيمة كبيرة معناتها جيست وقت ممكن تكون ثم دورات معناتها مؤهلة لكأس عالم أو للعب الأولمبية أو كوب دافريك ممكن يصير شويه معناتها يقفوا شويه معناتها ممكن نحن زاد في ثقافتنا معناتها اي في ثقافتنا وفي معناتها في ثقافه العالم العربي الكل معناتها ما همش انتريسي بحكايه فوتبول في ميناء وانا كان جيت في بلاصتهم زاد ما نكونش انتريسي بكل صدق معناتها عليه الحكايه فارغه بالنسبه للفوتبول في ميناء في العالم العربي حكايه فارغه معناتها بالنسبه لي انا معناتها اذا كان انا باش نوصل بالفوتبول هذاك معناتها المستوى معين والا سي با لا بين معناتها ما تحكي مادام في المستوى تاع الكره القدم النسائيه طايح برشا هيك عليه زيد معناها متدني انا باش نحكي معناتها حتى التدني الاخلاقي زاد سامحني معناتها في الحكايه معناتها بالفوتبول في ميناء ممكن عشرتهم خاطر وكل شيء انا مش بور معناتها كونه تكون ثم فوتبول في ميناء حتى مش على المستوى معناتها في تونس وكل شيء حتى على المستوى العالم العربي انت تخليني بكلامك هذا نقول انا بدي مش بور انا كونتر
لكن نولي بور ان نحسنوا كرة القدم المصريه، ان نتلاقوا بها اكثر، ان نجيبوا دي سبونسور لها، ان نزيدوا نوعيه اكثر لعبات باهميتها. لانه بصراحه ممكن ما تعرفش اللي نحن في تونس الملاكمه النسائيه في تونس عندها دورها، ولولانين عربيا معنا موجودين وعندنا ملاكمات يجيبوا ميداليات من برا، كيفاش ما تكونش عندنا كرة قدم نسائية؟ يظهر لي ما كفاش خاطر لهنا في تونس بكل صدق، يا اما انت تتلهى معناتها بالفوتبول في منها في كل المستويات، معناتها تخصص له سواء ماديا سواء معناتها سواء معناتها التونتوري معناتها بالجواز وكل شيء، معناتها ديما يتلهى بالقدايه سي با لا بي. نحن سبق وصادفنا في حلقتنا في سبور اكستريم رئيس الجمعية النسائية لبنك الإسكان سي خالد لشب، حكينا على مشاكل عديدة برشا، مشاكل البنات اللي ترينيو في الليل مأخر وترينيو، مشاكل بعد المرواح، مشاكل البارك بتاع الاسبيرونس. أنا في بالي الاسبيرونس أو ترجي لدي تونسي كانت تعطي البارك معناها قابل أنها تعطي البارك للجمعية النسائية لبنك الإسكان، لكن دور تاخذ في برشا فلوس دونك البارك هذا بتاع البلدية بتاع تونس بتاع بلدية تونس، وبالتالي هو تابع للدولة مش مزية منها أنها تعطيكم ساعتين ولا ثلاثة معناها البنات باش تترينوا. هذا كل معناه هو نداء منا ممكن من حصة سبور اكستريم للعماد اللي شاد الكرة في تونس لوزارة الشباب والرياضة للفيدراسيون بتاع الفوت. يظهر لي جاء الوقت اللي لازم نتلاو أكثر للرياضة كرة القدم النسائية، يزينا من تلميع صورة المرأة في تونس ويظهر لي استغلها ممكن النظام السابق أو زعما عندنا المرأة أو عندنا موجودة في كل المجالات أو عندنا موجودة في كرة القدم أو عندنا موجودة في الملاكمة، لكن الصحيح ما فماش صحيح يجيبوا ربي هكا ولا. والله انا باش نكون معناتها حقيقه الحق، انا ما كنتش عندي معناتها درايه بعدم معناتها لهوه النظام السابق معناتها بالفوتبول اللي نعرف انا كان استعملوها اللي تلميع الصوره، معناتها نتلاو بنساء المراه هاي تكور وموجوده في المجالات الكل، موجوده في الفوت، موجوده في كل شيء، لكن كنت ولا حقيقه ما كانش فما لهوه صحيحه. اذا كان ثم معناتها ودي فهم قدي ما فماش عم يتحط فلوس فماش لهوه كبيره، وفما خاطر فوتبول في مينا دونك شنيه معناتها لي سبونسور معناتها ماهوش باش يجيوك معناتها هكاك، معناتها انت لازم تعمل معناتها دي ريزلتا، معناتها تعمل برشا، لازمك تمشي بالفوتبول معناتها تمشي به القدام، معناتها احنا قاعدين نتراجعوا معناتها في برشا حكايات، ممكن زاد نقص الموارد الماليه معناتها هي اللي تخلي زاد الفوتبول في مينا معناتها تخليه في مأزق، معناتها حتى على مستوى التكوين احنا دوب ما بدا الفوتبول في مينا في تونس معناتها بدينا بالهرم معناتها المقلوب، معناتها ما بديناش معناتها بالكاتيجوري تاع الصغار شباب نحكي حتى على روحي انا معناتها بديت من الفانتون معناتها ايكيب سينيور دونك ما ثماش تكوين، معناتها ممكن ثم الجمعيه النسائيه بالساحل معناتها اللي قاعدين معناتها يكونوا معناتها هي مثال يحتذى به في كره القدم النسائيه، معناتها ممكن خاطر جاوا في منطقه معناتها جاوا في مدينه معناتها هما الوحيدين معناتها بالنسبه مع عندهم دي اللي ترى معناتها الخاص بهم وكل شيء، كانت ممكن تضحيات معناتها من رئيس الجمعيه بتاع الجمعية النسائية بالساحل وكل شيء كان مهتم معناتها بالفوتبول في مينا معناتها ومهتم بالقدام معناتها. هو بصراحة واضح من تتويجات الجمعية النسائية واضح كونه من نتائجها قداش تغذي المنتخب الأول بالجوالات صحيح صحيح معناتها قاعد يخدم في خدمة صحيحة معناتها وخدمة على قاعدة اللي ما لقيتهاش معناتها في الجمعيات الاخرى معناتها. دونك نجم نكونوا بور اذا كان الكل نخدموا بخدمه الجمعيه النسائيه. اذا كان نخدموا خدمه صحيحه معناتها. نخدموا خدمه صحيحه نوليو بور وقتها نحن ان تواصل كره القدم النسائيه وتخدم مليح ونجم نكونوا. انا علاش قلت معناتها ضد خاطر مهمشة الحكايه برشا معناتها وممكن نقص الموارد الماليه معناتها دونك هي اللي تخليني ضد انا اذا كان معناتها باش انت كولي معناتها باش يسيب بنته معناتها ترينا 8 متاع الليل معناتها وتروح له 10 ونص ل 11 ومع هي تقرا وكل شيء والبعد هما اولى البنات اولى انهم يترينوا بكري، الاولاد مش مشكله يترينوا نجموا في الليل ديجا نحن نعرفوا شكون يترنى العشيه وشكون سينيور. صحيح الحكايه هذه ما ثماش ترانات فاضيه معناتها يقول لك الجمعيه معناتها الجمعيه اللي عندها البارك هي اولى معناتها هما عندهم تيران خاص بهم هذاك ما يقربوا حتى حد معناتها بالنسبه للسينيور نتاع الاسبيرون معناتها ثم اللي زوتر كاتيجوري معناتها هما اللي يترينوا معناتها ياخذوا التيران معناتها قبل البناء هي مونيكي بريفيري معناتها هذه الترجي التونسي معناتها
ليكيب نتاعي معناتها هذيك في الاوروب قد يحب برشلونه هكا برشلونه في الاوروب دونك مي نحكي معناتها على المسؤولين المفروض مسؤولي الترجي الرياضي التونسي معناتها يسهل شويه العمليه كونه يخليوا البنات يترينيو على بكري وممكن هما زاد باش نقول عائق اخر معناتها البنات ثم بنات يقراوا كل شيء معناتها اذا كان باش ترينا انت في وسط الجمعه وتقرا للسته نتاع العشيه وقتها باش ترينا انت ما مشيت معناتها ما خرجت من المكتب وكل شيء كما جيت من عرش ومشيت للدار وكل شيء تجي السبعة نتاع العشيه دونك وتمشي من بعد تترين وكل شيء دونك مش نحكيوا على كره قدم نسائيه في تونس تو اللي تعاني من مشاكل زي ممكن نبدأ حليناها وقوس حليناها على مشاكل كره القدم النسائيه لكن خير خلينا نرجع لمحمد علي مليح معناها الفيدراسيون ما ردش مش دري موضوع الفيدراسيون ما الفيدراسيون انا باش نقول انا حاجه معناتها مشكور سي وديع الجريء معناتها اللي تعديت في الاذاعه الوطنيه انا مع سيهان العيادي معناتها اللي هي مشكوره زاد موجوده تحيه وهيكل الصغير وزاد تحيه اخرى للبيب الصغير اللي متغش عليه برشا علاش على خاطر ممكن ما حضرتش في حصه المكشوف نتاعو دونك متغش عليه برشا بعد بعد يشوفني انا في التونسيه دونك نوجه لهم التحيه الكل ونوجه تحيه زاد السي وديع الجريء اللي المفروض انا معناتها خذاني اون شارج وكل شيء معناتها خصص لي مبلغ 320 دينار تو بالنسبه حاليا معناتها 320 دينار كل شهر معناتها وخصص لي مبلغ 8000 دينار معناتها العمليه وكل شيء وقال لي من بعد ممكن ان شاء الله معناتها من بعد وعد هذا بتاع التشغيل معناتها ممكن باش يشغلوني كل شيء في صلب الجامعه ولا في رابطه من الرابطات اللي تابعه للجامعه التونسيه لكره القدم انا صحيح نعرف الوضعيه ممكن الماديه بعد عدم ترشح المنتخب الوطني معناتها لكاس العالم 2014 اول واحد نسمه يشكر وديع الجريء والله يشكر ديكيب ناسيونال والله ما نكذبش عليك انا ما نعرفوش شخصيا سي وديع دارنيرمون وقت اللي استقبلني وكل شيء معناتها حتى ما نعرفش انا اسكخ اول مره معناتها تصير خيبه امل كوننا ما نترشحوش الكوب دي موند مش اول مره يظهر ثانيا معناتها احنا ممكن جينا في وقت اللي في وقت تونس ما بعد 2011 دونك لعبت كل ولات تتكلم ولعبت كل ولات تحاسب معناتها الكل من المفروض احنا نكون ممكن خيبة الامل هذه اللي غالب اللي صارت المنتخب الوطني من المفروض احنا نقربوا من المفروض اللي معناتها اللي مونبر الكل نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم يقربوا لبعضهم وكل شيء يشوفوا الحلول معناتها يشوفوا اشني المشكله وين وشنو اللي ما مشيش باش احنا نتقدموا للاسف احنا نشدوا العبد هذاك معناتها نلوموه ونكونوا ضده معناتها وما نخليوش يخدم معناتها في ما نعاونوهش احنا باش نمشيو سواء معناتها بالمنتخب الوطني معناتها لكرة القدم معناتها القدام سواء على ضوء البرنامج الاذاعي معناتها في الاذاعه الوطنيه مع من وقتها معناتها الليان هكا ولا كيفاش من وقتها من وقتها باتش. قالوا لي معناتها قالت لي مدام سيام العيادي وهيكل الصغير قالوا لي راهو سي وديع غدوه قال لك اجاني البيرو كل شيء مشيت له البيرو كان متفهم الوضعية وكل شيء قال لي أنا إنسان يتقمص معناتها زي الوطني معناتها أنا ما نخليش بيه وكل شيء على كل نحن هوني في برنامج سبور إكستريم قال له وأنا دار وشكرنا الجامعة التونسية كرة قدم يذول لي هذه أول مرة وقل والله يعطي الساعة سي وديع الجريء على الأقل نفعنا في حاجة كيما ترجعناش كيكيب ناسيونال احنا ديما معناتها ما نعرفش أنا قلت لك لاني ضد سي وديع ولاني مع سي وديع معناتها أنا ما نعرفش برشا حكايات مي الانسان معناتها المفروض احنا كتوانسه معناتها في كل جانب سواء معناتها في المجال الرياضي ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي ولا لازمنا نقفوا مع بعضنا احنا الكل باش ما نعرفش مش باش تصير خيبه امل معناتها نتاع المنتخب الوطني باش احنا نكونوا قاسيين برشا على سي وديع الجريء معناتها ولا على غير كان ينجم يكون شخص اخر معناتها على راس الجامعه معناتها مش متخبرك حتى حال كرتنا التونسيه راهو بصراحه حاله يرثى لها اذا كان انت مع ما نعرفش انا دارنيرمو مثلا اللي حصل معناتها من تاخير مباراه الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي حتى حال تلعب كره انت كنت تحكي على كره القدم النسائيه اذا كنت تقول اللي هي حاله يرثى لها حاله يرثى لها من قبل معناتها مش من تو من قبل
نحن شو نحسبه المسؤولين على الكرة في تونس؟ شكون هو المسؤول على الكرة التونسية؟ والله الفيدراسيون لازم زاد الفيدراسيون تلقى ممكن تمويل، لازم تلقى دي ريزلتان تاع منتخب وطني المفروض اللي ينجم. اذا كان انت تعمل ريزلتان ما نتصورش انا الجامعة كيف تكون فما خدمة. حسب رايي معناتها الجامعة ما تعملش معناها صحيح، معناتها الخدمة تبدا من الجمعيات، الخدمة تبدا من الجمعيات معناتها، وهما في تونس احنا معناتها من بين معناتها الدول اللي عندنا رابطة وطنية لكرة القدم النسائية معناتها، اللي تعنى المفروض تعنى معناتها بالمشاكل هذه وتتوجه لسلطة الإشراف أو الجامعة التونسية لكرة القدم معناتها باش تشوف لي سوليسيون تاع التمويل وكل شيء واللهوة بالفوتبوليز معناتها. أنت معناها يعني في وضعيتك جديدة ما ريتش تدخل الوزارة، ما تعاملتش معاك، ما تصلوش بيك، ما حكيوش معاك جمل؟ لا ما تصلوش بيا جمل للأسف. هنا نداء ولفتة، معناها نداء منا لوزارة الشباب والرياضة لعبي أو لعبة كما تحب رفعت راية كرة القدم التونسية في وقت من الأوقات، تقمص زي المنتخب التونسي في كأس أفريقيا للأمم في مقابلات كما قلت قبيلة كانت مقابلة شيقة، ورينا فيهم رواحنا في أول مشاركة لنا في كأس أفريقيا للأمم سيدات، كان فاطمة بلايح كانت بلعبية كبيرة برشا وعطت معناها البلوس وعطت إضافة كبيرة. اليوم محمد علي وتوقفات مقبل محتاج برشا للفتة من وزارة الشباب والرياضة، لأنه هي كهيكل حكومي كهيكل تتبع الدولة التونسية عندها واجبات كما هو كان عمل واجبه وقدم اللي عليه. معناها ما تصورش كنت تبخل بنقطة عرق معناها على المنتخب التونسي، ما تصورش كانت البريمات كبيرة برشا زيادة، يظهر لي زيادة كانت فهم محبة متاع كورة ومحبة مريول ولا أكيد بما أنه سبور أماتير دونك ما عندك ما تبني بيه، ما عندك سبور اماتير دونك غرام وسيتو وكا تو نوصلوا للبيهاج جمعيتك الاخرانيه بجمعيه بنك الاسكان، كيفاش كان تفاعلها مع القرار نتاعك هذايا وكيفاش كان تفاعلها خاصه في الايام الاخيره اللي وقت اللي ما عادش تلعب ديما ما بعد الحكم وقبل الحكم وما فهمتش؟ هي تعطينا ساعه قبل الحكم، انت سمعت بيك من 2008 ساعة ما عادش تعطي 100% تخاف هكا؟ لا انا مش سمعني اللي سمعته انت غلط، خاطر انا من 2008 معناتها حتى ممكن 2012 معناتها كنت نلعب عادي معناتها كل شيء، ومن بعد معناتها ديرنييرمون وقت اللي انا عملت القضية وكل شيء دونك وليت انا ما عادش نحب من الاخر باش نكور وكل شيء، حتى معناتها نفسانيا ما عادش نتقبل انا الحكايه وكل شيء دونك. ايوا كيفاش كانت معناها اختي خالد لجا رئيس جمعيه بنك الاسكان، كيفاش المسيرين كيفاش تلقاو معناها الخبر هذا، كيفاش تعاملوا معاك بعد البريود اللي ما تحبش تجي ترينا برشا ما تحبش تجي تكور، معناها كيفاش كانوا يتصلوا بيك؟ اسكو قادوا كونتاكت معاك ولا لا؟ معناها هذا كل اللي نحب نعرفه. والله اذا كان قبل معناتها قبل الحكم معناتها كان كونتاكت عادي وكل شيء، معناتها كيما ما نعرفش تجي تكور على روحك تمشي كذاك، ممكن كانت قبل علاقتي بهم سيرتو مع سي خالد لاشا معناتها كانت علاقتي به كبيره برشا وكل شيء، كنت لقيت منه معناتها لقيته واقف بجنبي معناتها بريود اللي انا كنت نلعب فيها كوره معناتها في البيهاش. مي بعد الحكم تغيرت برشا حاجات معناتها، ثم دي زامي زادوا قربوا لي وكل شيء ما خلونيش وحدي. سي خالد ما لقيتوش من الاخر بعد، ماهوش انا مانيش باش نلومه ولا حاجه معناتها، خاطر كل انسان معناتها عنده ظروف وكل شيء، مي ممكن معناتها بقات لي شويه هكا الحاجه اللي حازت في نفسي وكل شيء، خاطر ما لقيتش ممكن له من الجمعيه الرياضيه لبنك الاسكان اللي عطيتها بالقديه معناتها، هما يعرفوا كل شيء جامي قصرت وكل شيء دونك ما راوش بيها. ليه مش حكيت ما راوش بيه ولا حاجه؟ فما مراره وقت تحكي ليه؟ لا مش حكيت، ثم اقسم بالله مش حكيت مراره ولا حاجه، مي ما نعرفش حسيره حتى اتصال حتى امور معناتها معنويه وكل شيء معنويه معناتها مورالمون باش تاخذ من العبد نو جي با تروفي معناتها الحكايه هذه، ما نعرفش علاش حصيلو برشا سؤال معناتها ديما نتسائل في روحي علاش وكل شيء، مي سي با لا فين دو موند معناتها انا اللي مشي معناتها في الامان، وواحد ديما نبقى معناتها نبقى نتذكر الباهي معناتها اللي صار معناتها سي سا
لكن هذه الافلام تاع البرنامج بتاعنا. خلي لك كلمه الختام. شنو هي النداء اللي حاب توجهه للمسؤولين؟ شنو هي؟ انا ديما نشكر العباد اللي وقفت معايا سيرتو في البريود الصعيبه مع بعد فتره الحكم وكل شيء. تصور انك محتاج اكثر حاجه انك تكمل العمليه وتكمل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اذا كان قدر ربي. انا اخي سلي سامعني ما فكرتش فما بريمات بعيد في الخليج تصرف. الخليج على 18 يوم. انت تقول لي الخليج معناها مش حاجه كبيره. لا حكايه في رمكن 3000 دينار هي 18 يوم. دونك 18 يوم مش ماستروفك غادي هوني شويه جون بوش لا جون بوش معناتها عطاونا غادي كل شيء. دونك سافا. انا كنت خليك لما تخيتها. مشكورين انتم على الاستضافه وكل شيء، ومشكورين العباد اللي وقفوا معايا بالحق، ومنهم انت سيام العيادي، هيكل الصغير، لبيب الصغير، سي هشام البغدادي، سي اسلام كوك، برشا عبيد معناتها اللي وقفوا معايا. سامحوني اذا كان نسيت عبيد، مثلا سي محمد التونسي، سي برشا عبيد وقفوا معايا بالحق سيرتو معناتها في الجوانب الكل. نشكرهم ومشكورين انتم على الاستضافه، ومشكورين مستمعين معناتها توانسه اف ام. وان شاء الله كيفاش المستقبل توا؟ والله ما نعرفش انا التو المفروض معناتها مستقبل ذبابي التو كل شيء. خليني نقول لك المستقبل مش ذبابي. قدرة ربي كما تدري كل امورك تبين وكل شيء توا قانونيا سيء. نجم تكون معنا محلل في برنامج سبور اكستريم، نجم تواجه التحليل كما برشا قدماء لاعبين اللي توا قاعدين يحلوا وموجودين في البلاتويت. انت اليوم عندك خبره في الكوره، لعبة كوره، وعندك ما تقول يظهرني نتصور. نتمنى لك كل توفيق على كل حال في المستقبل بتاعك. شكرا لكم، نشكركم على الاستضافة هذه.